أغرب المعلومات عن جسم الإنسان. بيحتوي جسم الإنسان على كتير من الأسرار والغرائب اللي بتدل على إعجاز ربنا سبحانه وتعالى في خلقه. ومن المعلومات العامة دي والغريبة واللي مضحكة في نفس الوقت إن عين الإنسان بترف 20 مرة تقريبا في الدقيقة الواحدة، وبيوصل عدد رفات العين لأكتر من 10 ملايين في السنة. الشمع اللي في الأذن بيعد نوعا من أنواع العرق. بيغطي اللسان حوالي 8000 برعم تذوق، وبيحتوي كل برعم منها على نحو 100 خلية بتساعد الإنسان على تذوق طعامه. بينتج الإنسان ما يقارب 40,000 لتر من اللعاب طوال فترة حياته، يعني ما يكفي لتعبئة ما يقارب 500 حوض استحمام. طول الإنسان بيتقلص حوالي 1 سم كل يوم في نهاية اليوم، وبيرجع طوله المتقلص تاني الصبح لما بيستيقظ من النوم، وده لأن وزن الجسم بيضغط على الغضاريف الناعمة الموجودة بين الفقرات اللي في العمود الفقري، مما يقلص في طوله من طوله. وبعد ان ما بيسترخي الجسم اثناء الليل بيقل الضغط على الغضاريف، فبيستعيد الجسم طوله الطبيعي تاني في الصباح. برضو القلب بيعد العضلة الوحيدة اللي بتستمر بالعمل طوال الوقت دون تعب. بيستبدل الانسان سطح جلده كاملا كل شهر عن طريق ازالة الخلايا الميتة. الانف بيفرز في الوضع الطبيعي ما يعادل كوبا من المخاط الانفي يوميا. بيتخلص الجسم من حوالي 30,000 خلية ميتة في الدقيقة الواحدة. خسارة إصبع البنصر بتعني خسارة الإنسان 50% من قوة إيده الكلية، تبعا لما قاله معالج اليد لوري روجرز. تحتوي معدة الإنسان على 35 مليون غدة هضمية. بينمو الأطفال بشكل أسرع في الصيف فيما تسجل أقل مستويات للنمو بيحققوها في فصل الخريف. طول الأمعاء الدقيقة بيبلغ 4 أضعاف طول الإنسان لو ما تم فك تعرجتها. معدة الإنسان بتحتوي على 35 مليون غدة هضمية. العيون الكبيرة رغم مظهرها الجمالي، لكن هي بتعطي لصاحبها في بتعطيك في كسر في النظر بسبب عدم وقوع الشعاع المنبعث من الأجسام في مكانه الدقيق على الشبكية علشان تكون صورة واضحة للجسم. الأطفال ما بيتولدوش بركبتين، فأنت اللي بيحسب كده فيبقى مخطئ، أو اللي يكون فاكر كده يكون مخطئ، لأن